لماذا سمي شهر رجب شهر رجب باسم رجب؟ على اسم سيدنا رجب صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. تأكد؟ إن شاء الله. ولا يعرفه الدارسون. الحديث اتشال من كل الكتب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غالبه النوم خرج إلى شوارع مكة يقول الله الله، حتى قال كفار قريش جن محمد بربه. ضرب دوائي كان دوجوكو دماء لمن دوي صفاء لمن سري بكفسة ونغت لدر على من دوري بكفسة الحكاء لمن دغت ليك فدرك كدوجوكو جمالك جمال بمن دوري بكفسة. ومجرب خلي بالك ويروح عندي سيدنا الحسين النظرة تصلح بالي وحالي يا ما رد عليا الحجرة المحمدية للأثر النبوي الشريف وغسلي يا دخيلة. وخادم هذه الحجرة الشريفة المباركة التي أكرمنا الله عز وجل. الشيخ مطلق السعدون يتضرع إلى الله عز وجل ويناشد المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن أعطي هذه وقد يعني بلغت من الكبر عتية. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره بأن تنقل هذه للفقير لأنني نسبا يعني أعود إليه وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. والله لو رأيت مثل ما رأيت لفعلت مثل ما فعلت. والله رأيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حسين فأردت أن أقبل قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بشارات خير وأنوار وأسرار وحفظ وأمان وطمأنينة. ده مولد الشيخ صالح أبو خليل. أنا الولي الصالح صاحب الأسماء. له كل الاحترام والتقدير. فاستغيثوا بي إلى الله يا عباد الله. أنت غوث فوهاني رباني. ألا وأنا طبيب القلوب ولا فخر. جيت أنادي ما عرفت أنادي مين قول لي. ألا وأنا من رحمة الله إليكم. هو رحمة الرحمن تشكو له الإسلام. تمنح عندي الولايات. الشيخ صالح أبو خليل له مع الله يعني حال موصول وعلى دماغنا من فوق. وترفع عندي الدرجات. حاجات اسرار بقى. ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء. انت مش بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء؟ ورحمتي وسعت كل شيء. نعم. وعايزين نسال الناس، هو بني ادم ده مش من شيء ليه؟ اي آية ستدخل ابليس النار بعد ذلك؟ اذا اعتقد لو مات ابليس سيترحم هؤلاء الاخوه عليه و يقولون يا اخي رحمه الله واسعه. اللهم ارحم فلان ارحمه. انت مش هتبقى يعني هتقول لربنا ارحمه بالطريقه الفلانيه. انت مالك؟ قد يكون كان مسلم واخفى اسلامه، صح ولا لا؟ يا اخي بطلوا الحشيش اللي انتوا بتشربوه ده حشيش مضروب والله. سيدنا ادم مش بني ادم. Hi.
يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدارس. يهب على القلب وتلقفه العقل ولا يعرفه الدارس. يهب. الو عاتصم الكركاتو. ايوه مين؟ انا مدير اعماله. ايوه انا. ايوه هو. خير يا باشا؟ من على حسب يعني. فيه ايه يا دي عوضين؟ فيه ايه يا ولا قضيه يا جدع؟ انت مش عارف انت بتكلم ايه. مين يا واد ما تنطق نطقه الميه من صوره؟ استنى بس خليك معايا. دي واحد بيسال عليك يا ابو الحاج عوض. قول له يا واد عايز ايه. قول له عايز ايه بسرعه. عايز ايه يا جدع انت؟ تمام يا باشي. مين يا ولا ما تنطق اتنطق اسمك في سوق البهايم؟ ما تنطق يا ولا. دي واحد محضر يا حاج عوض بيقول عليك جلسة في المحكمة. جلسة ايه يا منيل؟ مين اللي رافع الدعوة دي يا سعادة الباشي؟ هي قال لك مين يا ولا؟ بيقول اخواته رافعين عليه دعوة عشان وكيل الورث بتاعه. صحيح الكلام ده يا ابو الحاج عوض؟ قول له النمرة غلط بسرعة. قول له انك لسه شاري الخط ده جديد. ابويا الحاج عوض بيقول لك النمره غلط. احنا لسه شارين التليفون جديد وده مش نمره الحاج عوض وما تتصلش هنا تاني يا سعاده الباشي. ماشي بيضحك عليك يا عم الحاج. الحاج عوض قاعد هنا بسرعه. تعالي الحاج عوض هنا. انت بتلغى قوم قامت عليكم ركب يا بعيد. بحبح في اليد يا عوض. ما عرفش هو فتح لي الباب ومشي وانا دخلت. ما عرفش ما قاليش. طب يلا بسرعه خلينا نعمله حضره سريعه كده قبل ما يجي ويعكر مزاجنا اللي يتعكر مزاجه البعيد. طب حلو قوي يا حاج عوض. اقوم اجيب الشيشه والمعسل وكام ورقه بفرة كده. لا خلي الحضرة دي بالليل. احنا دلوقتي نعمل حضرة خفيفة. خلي الشغل التقيل للليل عشان تبقى الحسنات يامي. ماشي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه وانت البعيد ما بتفهمش؟ بقول لك هنعمل حضرة سريعة في حضرة اسيادني مدد. يا سيادنا مدد. وده اللي جابه دلوقتي. السلام عليكم. انا قلت دي ليلة مش هتعدي. مالكم يا جدعان؟ فيه ايه؟ يا ريتنا افتكرنا طبق لحمه ولا طبق فته ولا طبق رز بلبن. مالكم يا جدعان؟ فيه ايه؟ لا يا بحبح مفيش حاجه. ده انا كنت بسال عليك بقول الواد بحبح ده وحشني. وحشني قوي والله وحشني. هنعمل ايه دلوقتي يا حاج عوض؟ هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا يا ابني. قوم هات لنا الشيشه. قوم هات الشيشه اللي كنا هنعملوها بالليل وهات ورقتين بفره وانت جاي. ماشي حاضر. شيشه وورقتين بفره؟ مش عايزين خمره بالمره؟ هو انت بتراقبني يا دي انت؟ بس يا دي انت. هو انت يا ابني حد مسلطك علينا يا ابني؟ هو قوم يا ابني هنا. قوم جامد عليكم ركب. اديله يا ابو الحاج عاد خليه يتوب. اسمع يا دي انت وهو اسمعوني كويس عشان انا خلاص قررت افتح جنب الضريح مكان ضيق كده نحط فيه متعلقات واشياء اسيادنا الانبياء والاولياء وهو نرزق مع بعضينا يعني. اسيادنا راضيين عليك. اسيادنا راضيين عليك اخر رضا يا ابو الحاج عوض. طب وانت هتجيب متعلقات الانبياء والاولياء منين يا ابو الحاج عوض؟ الحاجات ديت انا وارثها جدا عن جد يعني حاجات كتير يعني. ايوه يا دي يا بحبح. انا كنت قاعد وشاهد وهو بيورثهم. كنت قاعد موجود ايامها. زي ايه الحاجات دي يا حاج لمغزى يعني؟ زي ايه الحاجات دي؟ حاجات كتير يا اخو. بص كل دول كده بتوع اسيادنا ورثهم. ايوه فعلا. وايه تاني يا ابو الحاج عوض؟ ده هنا الدار سيدنا تامر مثلا يعني. الشبشب ده وريني يا حاج عوض. لا مؤاخذه يعني بتاع سيدنا هيثم. سيدنا هيثم كدس الله سره. استني. الله الله يا حاج عوض. الله اللي بس ده هو بتاع سيدنا لؤي. واخد بالك؟ عارفه سيدنا لؤي ده. عارفه. ايوه. الايه تاني؟ الفرشه ده هي بتاعت سيدنا علاء الاقرع قدس الله سره. علاء فعلا ورثهم ابا عن جدا عن جدا. والنضاره ده هي يا سلام على الحلاوه يا ولا يعني كلهم. والقطاره ده هي شممني ريحتها بس. والساعه ده يعني حاجتي. وهي والشال ده هو. ومين تاني؟ ونحط البتاع ده هو ونقول شنب سيدنا عوض. مضض يا كلهم مضض. كل دول بتوع الاولياء يا ابني. دي حاجات هيجوا الناس ياخدوا منها البركه وهتعم الفايده على الناس كلها. ايوه وريني اديله وعرفه الحلاوي. وانت منهم يعني ايه؟ طب ما تاخد التليفون ده برضه. ايوه البتاع ده هو قديم برضه من ايام زمان بتاع سيدنا لؤي زي بتاع اللي معاك ديت. حلو وهيبقى 100 كده. يبقى كتر خيرك وهنبقى نشوفك بقرشين يعني ما تقلقش. شوفني بقرشين؟ ايوه اديله رشوه عشان ما يفتحش بقه. اطعم الفم تستحي العين. اديله يا حاج عوض يا ذكي. ايوه طالما فيه مجانين بتصدق يبقى على الدنيا السلام يا ابو الحاج عوض. خليك انت في حالك وهي هتعمر. ابعد عنها وهي حالها هينصلح. بس يا دنتي ما انتوا دفنينه سوي. اكيد فرحان بالمصايب ديت يعني. دفنينه سوي؟ قوم جامت عليكم ركب يا بعيد. ودي يا بحبح. ايه يا ابو الحاج عوض؟ نعم
هو ينفع يا ادي لحد فلوس ويعمل لحد ميت عمره؟ ايوه ابو الحاج عوض ينفع. ينفع يعني؟ ما هيش بدعه يعني. لا ما هيش بدعه ولا حاجه، فيها عليها دليل. اول مره اشوف الجماعه الوهابيه يقولوا حاجه صح. الحاج اكلم الوضع عوضين بسرعه يعمل لنا كم عمره الجماعه قرايبنا. هو فين عوضين ده يا حاج عوض؟ هو مش كان هنا من قيمه ساعه ولا حاجه؟ لا ما هاني فعلت له خاصيه اهل الخطوه، يعني ادتها له ساعتين ثلاثه كده يقدر يروح السعوديه يعمل كم عمره ويجي. ايه فبيخدها بخطوه من هنا للسعوديه في خطوتين بس. انا نسيت اقول له يعمل لنا كم عمره للجماعه حبايبنا يعني. كتر خيرك والله يا حاج عوض. الو ازيك يا عوضين؟ سلم لنا على اللي عندك. لحقت توصل بسرعه؟ عرفت تستخدم الخاصيه؟ شاطر يا دي عوضين، ولي من صغرك يا ولي. بقول لك بقى بعد ما تعمل لنفسك عمره هبقى حاسبك، ما تخافش. عايزك تعمل لنا اربع عمرات وهديك تمنهم يعني لجماعه حبايبنا. ايوه اعمل لابوي واعمل لابوك. ها ابقى اعمل لابو يلا هو قاعد معاني. كتر خيرك والله حاج عاد، بس ما اعرفش فلوسك حلال ولا حرام. الرابع الاستاذ جرجس فاكره؟ ايه يا حاج عاد، استاذ جرجس ايه اللي تعمل له عمره دي؟ ايوه اللي كان على اول الشارع. ابقى اعمل له عمره. جرجس ايه يا حاج عاد اللي هتعمل له عمره دي؟ ايوه مات امبارح. لا ما اعرفش اسمه ابوه ايه. انت نوهب القلب النيه الاعمال بالنيات. انوها بالقلب. ايوه حسبي الله ونعم الوكيل. استنى كده. ايه ايه يا دي انت فيه يا له؟ هو اللي فيه يا حاج عوض؟ هو انت مش قلت ينفع يا دي منين انت؟ انا قلت ينفع ايوه بس للمسلمين بس يا حاج عوض. اسمع الكلام يا دي عوضين اللي قلت لك عليه، مع السلامه. هو انتوا يا اخويا معاكم مفتاح الجنه؟ هو انتوا معاكم يعني معاكم مفتاح رحمه ربنا؟ لا يا حاج عوض معناش مفتاح الرحمه بس ده دين. ما تسيبوا رحمه ربنا واسعه كل شيء يا اخي. يا ريتك حافظ الايه كلها يا حاج عوض والله. ايه يا ريتك حافظها تكملها كان رديت على نفسك. هو انتوا ضامنين اللي دهدي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حاج عوض. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت قوم قامت عليكم ركب يا بعيد. سكرانين بحبك يا جدع. مدد يا كلهم مدد. جايلك يا ابو الصلح جايلك يا ابو خليل جايلك. مدد يا كلهم. الو ايوه يا ولد. مدد من غير عدد. وصلت المقر ولا لسه؟ مدد. طب احجز لنا بقى كم كرسي كده، احنا ثلاثة يا ابو الصلح. مدد انا وابوك الحاج عوض. المدد يا بتوع المدد. التالت اللي هنجيب المنايل دي اللي اسمه بحبح ينولوا البركة يمكن ربنا يهديه ولا حاجة. انا مش رايح في حتة دي انت، انا مش متعت اعمل مكان، روح انت والحاج عوض. خلاص يا دي انت خلاص، الغي الكرسي التالت قطع برزقه، ما ملوش نصيب في البركة. حالحب يا ولا. واحنا جايين هنديك رنة، او ممكن ابعت لك كلمني بكرة اللي هي كلمني ايه؟ كلمني شكرا. ايوه مع السلامه. جاي لك يا ابو الصلح جاي لك. وانتوا رايحين فين يا ابو الحاج عوض؟ جاي لك يا ابو الصلح جاي لك. انا جاي لك. هو مش الراجل ده بتاع الزقازيق شرقية؟ يا عم ده راجل سره باتع. سره واقع؟ بقول لك سره باتع. باتع يا جدع انت، انت بتفهمش الكلام العربي. ابو الحاج عوض يا اخويا هيروح لابو سر واقع ده يعمل له ايه؟ ابوك الحاج عوض هيروح عشان ياخد منه البركه عشان موضوع الخلفه وكده، يعني انت عارف يعني. خلفت ايه وبركه ايه يا عم انت وهو؟ الراجل اللي انتوا رايحين له ده ما بيخلفش. سامحوه جاهل ما يعرفش. فيها يا حاج عوض مالك؟ سامحوه يا سيادنا جاهل ما يعرفش. انا برضو اللي جاهل يا حاج عوض. امال يعني انا اللي جاهل؟ جمجمت عليكم ركب يا بعيد.